أمين حلوني أباء، هكلمكم عن موضوع أكيد سمعته فيه كتير، بس هي مراجعة كده لأهم حاجة المفروض تتعمل. احنا استعرضنا في المحاضرة الأولانية 3 محاور أساسية للتغيير: عاوز أغير دماغي، عاوز أغير لساني، عاوز أغير سلوكي عشان أبقى مسيحي حقيقي، عشان أبقى شبه المسيح، عشان أدخل السماء، عشان أنا مطالب أن أنا أكون كامل زي المسيح. والموضوع عاوز تركيز وعاوز مجهود وعاوز مراقبة مني وعاوز أن الواحد أي حاجة تانية تيجي بعد ده. وانتهينا في الكلام أن المزمور اللي علينا حفظ بيقول: تكون جميع أقوال فمي فكر قلبي مرضية أمامك يا ربي صخرتي ووليي. وقلنا أن التغيير ده لا يمكن يحصل إلا بالصلاة. فعاوز أكلمكم عن حياة الصلاة. الأباء ما بيسموهاش لحظة صلاة ولا عمل الصلاة ولا فكرة صلاة، هما بيسموها حياة الصلاة، لأنه الصلاة بالنسبة لنا كمسيحيين زي السمكة في البحر، لو طلعت من البحر تموت. إحنا لسه الفكرة دي بعيدة عننا، إحنا بنصلي بس مش عايشين حياة صلاة. ممكن نصلي في أول اليوم، ممكن نصلي في آخر اليوم، ممكن تحصل مشكلة فنصلي، ممكن على الماشي كده نقول يا رب، بس ربنا طالب أكتر من كده كتير، لأنه النعمة عشان تملى حياتنا وتشتغل وتغير بقى الفكر وتغير الكلام وتغير السلوك، عاوزين نبقى الاتصال بربنا طول اليوم، عاوزين اليوم كله صلاة، عاوزين العمر كله صلاة. طب نصليها ازاي دي؟ وهل الكلام ده أبليكابل يعني؟ ولا ده كلام نظري، كلام عالي عننا؟ ده اللي هنشوفه في نص ساعة كده، ازاي نوصل ان احنا حياتنا تاخد طعم الصلاة الدائمة اللي قصدها ربنا في كلام. نبتدي بكام آية الأول عشان مرجعنا دايما كلام ربنا: ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. كلمة ينبغي ما بقتش optional، ما بقتش ايه براحتك تحب تصلي كتير ولا قليل. No. Ought to pray and not lose heart، أو unceasingly ساعات تتقال كده بلا توقف. إحنا ينبغي يعني إيه؟ هو ده اللي هيوصلك السماء، فدي وصية. مرة تاني لما ربنا كان بيصلي، ربنا يسوع والتلاميذ شافوه قالوا له: يا رب علمنا نصلي. طب هما كانوا بيصلوا، وكتير منهم كانوا تلاميذ يوحنا المعمدان، ومش أول مرة يعني يصلوا، بس منظر ربنا يسوع وهو بيصلي حسسهم: لا اللي احنا بنعمله غير اللي هو بيعمله. الصلاة اللي هو بيصليها دي، الحرارة دي، الانسجام ده، الطعم ده، العيشة دي، احنا مش واصلين لها، لان احنا بناخد كل مبادئنا من المسيح نفسه. يعني المسيح كان يصلي كل حين. هتقولوا لي: لا، كان بيعمل معجزات وكان بينام وكان بيتمشى. يبقى واضح ان الصلاة كل حين لا تتعارض مع الحاجات. ممكن الواحد يشتغل، وممكن الواحد يخدم الناس، وممكن الواحد يضطر ينام وياكل طبيعي، لكن في اتصال لا ينقطع. هنشوف نوصل له ازاي. آية تاني هندرسها بكرة على رواقة، بس هقولها بسرعة دلوقتي. الكتاب بيقول: افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، واشكروا في كل شيء، لأن هذه مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. يبقى ربنا بيقول صلوا واشكروا على طول، تبقوا فرحانين على طول. احنا اتفقنا على المحاور الثلاثة، تعالوا بقى نفعل الفكرة دي على المحاور الثلاثة. تعالوا افكارنا تساعدنا على الصلاة، وكلماتنا تساعدنا على الصلاة، والاتيتيود او الاكتس او الاكشنز بتاعتنا تساعدنا على الصلاة. لان واضح ان الصلاة مش فكرة ولا كلمة ولا وقفة، هي الصلاة كل حاجة، الصلاة كل ده، الصلاة لايف، يعني مش مجرد شكل محدد ولا كلمة معينة اسمها صلاة. نبدأ الأول بأفكار الصلاة. والأفكار دي معناها يا جماعة، كل ما كان عندي ذخيرة من الأفكار اللي تشجعني على الصلاة، كل ما هصلي أحسن. في مبادئ كده، في ideas لو استقرت جوه الواحد، حياة الصلاة هتختلف، درجة الصلاة هتختلف، حرارة الصلاة هتختلف كتير. أول فكرة مهمة أن الصلاة هي الحصن ضد أي خطيئة وضد أي نكد. معلش خلينا نتكلم بقى باللغة اللي تفرق معنا أكتر. بيوتنا فيها نكد، النكد ده قلة صلاة، في غضب قلة صلاة،
في عيال بتضيع قلة صلاة، في شهوات بتزيد قلة صلاة. الصلاة هي الحصن، فأنا لما أقتنع إن صلاتي هتستر عليا وعلى بيتي، هتحمي عيالي، هتزيح النكد، هتنظف دماغي، هتشيل مني خطايا لمجرد إن أنا بصلي أحسن، طب يبقى لازم أصلي. الفكرة دي مستقرة عندكم ولا مش مستقر؟ واضحة؟ إحنا ساعات بتبقى غايبة عننا فكرة إن الحل هو الصلاة، وساعات لدرجة إن شعبنا ساعات يتضايق لما يروح لأبونا يشكي، تلاقي إجابة أبونا دايما إيه؟ طب نصلي. يوه، ما عندكوش غير الكلمة دي؟ هي فعلا ما عندناش غير الكلمة دي، بس أنت مش واخد بالك إن الصلاة بتحط ربنا في الموضوع. خلاص خلص. هي الصلاة بتعمل إيه؟ بتدخله، بتقول له اتفضل حل، اتفضل غير، فبيدخل. من غير الصلاة هو ما بيدخلش، لأن هو قال اسأله اطلبه اقرعه. طب أنا ليه مش بعمل كده؟ عندي حل ذهبي وحل مش صعب، لكن احنا مش مقتنعين كفاية بالفكرة. تاني فكرة مهمة في الصلاة، الصلاة الآباء أجمعوا إنها أهم عمل تعمله طول اليوم. بص، احنا بنعمل حاجات كتيرة قوي في اليوم، نغسل وشنا، بنلبس، بنتكلم مع الناس، اللي بيروحوا أشغالهم، اللي بيتفرجوا على التلفزيون، اللي بيناموا. أهم عمل طول اليوم هي الصلاة. هل أنت مقتنع بده؟ لما تيجي تقول آخر العمر بقى، ربنا يديكوا العمر ويخلص العمر كده، إيه اللي هيفضل لك؟ إيه اللي لما يتصفى العمر كله هيتصفى على شوية الصلاة، صدقوني. عشان كده احنا نقول في صلاة النوم: ليس في الموتى من ايه؟ مش من يشتغل، ما بقتش تفرق، من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر، لان ده اللي هيقعد. ده القيمة الحقيقية لعمرك، ذكرت ربنا قد ايه، شكرت ربنا قد ايه، ده رصيدك، ده كنزك في السماء. هل انت مقتنع؟ الفكرة دي واضحة. فكرة ثالثة، احنا في معركة مع شياطين، مش شايفينهم لكن حاسين. حوالينا عالم مليان فساد، عيالنا بيتسرقوا مننا، احنا مش عارفين نحافظ على نفسنا كفاية. طيب ايه الحل؟ برضو نفس الحل، الصلاة تطرد الشياطين، الصلاة تجيب لك كل الفضائل اللي غايبة عنك. ما في فضيلة في قاموس المسيحية إلا ومدخلها الأساسي الصلاة. واحد بيقول نفسي أبقى حكيم، صلي. نفسي أبقى متواضع، صلي. نفسي أبقى بسيط، عيني بسيطة، صلي. نفسي أبقى شاكر، صلي. نفسي أبقى زي العيال الصغيرة دي عشان أدخل السماء، صلي. نفسي أحب كل الناس، صلي. نفسي ما أزعلش على حاجة أبدا، صلي. نفسي يبقى عندي سلام يفوق كل حاجة، صلي. إذا الصلاة بتجيب كل حاجة حلوة، ومع هذا مش مدينها حقها. كمان لو فهمت إن الصلاة هي أجمل هدية تديها للي حواليك. إحنا ساعات نهتم ونتكلم ونسأل على بعض ونخدم بعض. طب إيه رأيك إن أكبر خدمة تعملها في الناس إنك تصلي لهم؟ الصلاة من أجل الناس عطاء، وعطاء سخي جدا، وحاجة كبيرة قوي وغالية. ليه؟ لأنك بتوصي ربنا عليهم، وربنا طبعا مش محتاج توصية، بس بتفرق معاك ومعاهم. طب ما انت ممكن تكون خجول بطبعك، متعرفش تتكلم كتير، ما عندكش فرصة تخدم الناس. في ناس كبيرة في السن مش هتقدر تروح وتيجي بس عندهم حاجة يقدروا يعملوها للناس، وحاجة ثمينة جدا، يصلوا للناس. لو صلوا للناس يبقى بيعملوا حاجة كبيرة قوي، مش قليلة أبدا. من أفكار الصلاة كمان، أنا عمال أقول أفكار مجرد ideas كده related للصلاة، لو دخلت دماغنا هنركز في الصلاة أكتر وهنعيش ليفل أعلى من العادي في صلوات. الصلاة مش كلام. مبدأ تاني مهم، الصلاة مش جمل، الصلاة عند ربنا روح. ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، مش ده خالص. مش صليت كم كلمة ولا كم مزمور، هنقول ده كله مفيد بس مش هو الأساس. إنما الصلاة بتتقاس عند ربنا بحاجة داخلية، إنه الكوباية دي المية زادت فيها، القلب اتملى، بيتملي في الصلاة. اللي بيصلي بحرارة في قلبه بيحصل إنه الروح القدس بيملى القلب.
هي دي الصلاة الحقيقية، إن كل مرة بتصلي قلبك بيتملي بروح ربنا. فتصور أنت ما بتلحقش تاخد نقطة بالعافية وتجري، يا ابني كمل، ما تخليك ترتوي شوية، زود شوية. فكرة تاني من أفكار الصلاة الأساسية، الصلاة حالة مش لحظة، حالة. حالة يعني إيه؟ يعني ربنا في دماغك، ربنا شغلك، ربنا قريب ليك، ربنا جنبك، ربنا في ظهرك، ربنا قدامك، ربنا ما بيطلعش بره ذهنك حتى وانت وسط الناس. الحالة دي عارفين أشبهها لكم بإيه؟ لما يكون طفل صغير بيلعب بينسى نفسه في اللعب، وفجأة بيبص حواليه، هي ماما فين؟ إنما ممكن يكمل لعبه وهو مبسوط، بس عنده إحساس داخلي، ماما في المطبخ، ماما جنبي. هو بيلعب بس في إحساس بيقول له ماما هنا، فاهمين؟ أو الإحساس ده هو الصلاة. إنك أنت بتشتغل، بتلعب، بتتكلم، بتروح بتيجي، بس في إحساس دفين داخلي مستقر، ربنا جنبي، في أي لحظة أقول له يا رب هيرد عليا. يبقى هنا الصلاة دي حاجة في السبكونشس كده، في اللاوعي. هي مش بالضرورة جمل، ولا حتى هرفع إيدي، لا دي ليها وقتها، بس يفضل عندي دايما إحساس هو جنبي. الصلاة كمان فكرة مهمة، الصلاة بالمزامير مدرسة. يعني إيه؟ كلنا مبتدئين يا جماعة، كلنا لسه ما دقناش الصلاة اللي بيدقوها القديسين. القديسين بيعشقوا الصلاة، القديسين محدش بيقول لهم صلوا، مش بيغصبوا نفسهم على الصلاة، دي لذتهم، دي بهجتهم. الصلاة بالنسبة لهم هي أجمل حاجة. احنا مش واصلين لكده، احنا بنزهق، احنا بنقول لنفسنا ما يلا نختشي ونصلي، لكن احنا يعني ايه بالزق ده؟ لان احنا لسه ما صليناش كما يجب، احنا ما دقناش اللي المفروض ندوقه. الصلاة بتدوقك السما، الصلاة بتحسسك بحضن ربنا، حاجات غالية وكبيرة. اللي يوصل لكده، اللي يربي الواحد في الاتجاه ده، في مدرسة، مدرسة كبيرة اسمها المزامير. المزامير هتنطقك بحاجات انت ما تعرفش تقولها لوحدك، هتحرك فيك مشاعر انت ما تعرفش المشاعر دي اتحركت ازاي. فما تضيعش على نفسك المدرسة دي، ما تبقاش عاوز تاخد محو أمية من بره من منازلهم. وفي مدرسة الكنيسة بقالها 2000 سنة عارفة قيمتها، اللي كان يروح للبابا كيرلس يقول له صلي لي، يحط ايده على راسه يقرأ كم مزمور. طب هو يعني البابا كيرلس ما يعرفش يرتجل كلمتين؟ لا، بس دي مدرسة لما يصلي. المزامير هي أهم صلاة بالنسبة له. من أفكار الصلاة كمان إن اسم ربنا يسوع هو حجر أساس الصلاة. يا رب يسوع دي أقوى ما في الصلاة، هي أساس كل الصلوات. أبانا الذي لزقنا لها في الآخر بالمسيح يسوع ربنا. لما تلاقي نفسك مش مركز، يا رب يسوع أشكرك، يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع اديني حكمة، حلو، دي صلاة، دي صلاة تمام، ده دي مركب صلاة متوصي بيه، دي طاقة متكاملة، دي مجرد صلاة يسوع. ليه؟ لأن فيها اسم ربنا يسوع، وكل من يدعو باسم الرب يخلص. بس حبذا تبقى إيه؟ بتفضل تقولها لغاية ما قلبك بيتحرك معاها، بتحبه زي ما بتنادي على واحد، وانت بتناديه من حبك ليه، مستمتع وانت بتنادي عليه. يبقى احنا في الاول بنقولها طص كده، يعني ايه كلام، لكن بيفضل ربنا ورانا لغاية ما ايه تتلذذ. شوف التسبيحة نقول ايه، كل نسمة تسبحك، اسمك حلو ومبارك، حلو بقى له طعم. الحكاية بقى دخلت ايه، استطعام الصلاة. فكرة تاني عن الصلاة، ان الصلاة مش انت اللي سايق، الصلاة الحقيقية الروح القدس هو اللي سايق. احنا في الاول بندخل الصلاة طالعة الاولانية انا اللي سايق، انا اللي هقف وهرشم الصليب وهبتدي امسك الاجبية مثلا واقول اجعلنا مستحقين، انا فاكر نفسي انا اللي ببتدي. لغاية دلوقتي انت ما صليتش. هي الصلاة اللي بجد الروح القدس اللي هو ربنا اللي جواك هو اللي يبتدي ينطقك. ده الكلام اللي قاله القديس بولس، قال احنا مش بنعرف نكلم نصلي، لكن الروح ها يشفع فينا بأنات
بأنات، يعني ايه؟ تبتدي مشاعر تتحرك جواك، او تنهدات، او معاني، افكار، احساسات، تقول انا جبتها منين دي؟ انت ما جبتهاش، ده الروح القدس اللي في مرة يلاقيك مشغول بالعراق عمالة تصلي لها، وفي مرة تاني مشغول بتوبتك بتبكي، ومرة تالتة مش عارف تبطل تقول اشكرك يا رب من السعادة، ومرة رابعة قلبك رايح في واحد مريض كأنك انت المريض، ومرة خمسة مشتاق للسماء عاوز تروح دلوقتي قبل بكرة، ومرة ستة عمال تكلمه عن صليبه. مين اللي سايق؟ مش انت اللي سايق، روح ربنا. بس انت عاوز تصلي لغاية ما توصل للمرحلة دي. عارفين لما الطيارات، ولا في عربيات برضو كده، بيحطوها على في الاول الطيار يطلع بالطلعة وبتاعه، وبعدين كده تلاقي الطيار بتمشى وسط الركاب. طبعا اول مرة شفتها اترعبت، يعني الدركسيون فاضي هناك؟ طبعا على قد جهلي. لا، هو الطيارات متركبة انها ايه، خلاص بيحطوا على يعني انتوا فاهمين، اللي هو التلقائية بتاعته. هو ده بقى، هي دي الحالة، ان الطيارة طايرة لوحدها. طيارة طايرة لوحدها يعني ايه؟ يعني دخلت في روح صلاة، خلاص بقى ربنا اللي سايق، هو ده الشغل المظبوط. الى ان تصل الى اللحظة دي، مش مفروض تطلع من الصلاة. احنا بقى قبل ما نوصل لدي نكون طلعنا نتعشى او نفطر او نتخانق، لكن انت لسه خسارة خسارة. انت لازم توصل للثريشولد، للليفل اللي يخليك ايه، سبت ايدك. لما تسيب ايدك خلاص دخلت في الصلاة. هو بقى اللي سايق، هو اللي يقول تخلص الصلاة امتى، مش انت اللي تقول. مش المفروض كده؟ مش هو كبير، تقدر تدخل عند واحد عظيم وتقول له مش كفاياك كده؟ يا نهار ابيض، كفاياك ده ايه؟ مش هو اللي يقول لك نكمل بعدين؟ فحتى الصلاة مفروض تاخد اذن قبل ما تطلع منها. انما احنا بنكلم روحنا ساعات. يعني ايه؟ يعني بتقفل الصلاة ما قلتلوش حتى ممكن اخلص؟ ما انت ما كلمتوش، انت بتكلم روحك، انت لسه ما فهمتش المستوى اللي ربنا عاوزك توصله. الصلاة هي اللي بتقلب الانسان 180 درجة، هي اللي بتحول واحد زي موسى الاسود بشوية صلاة عبر السنين إلى موسى الأسود اللي نعرفه. هي الصلاة اللي بتعمل كده، هي اللي هتغيرك من غير ما تحس. وانت بتصلي بتتغير، وانت بتصلي انت بتتبدل، طباعك بتتغير، خوفك بيروح، سلامك بيزيد، شهواتك بتتبخر، كل ده بيحصل وانت بتصلي. فانت حارم نفسك من ده كله لما تكروت الصلاة، أو تهرب من الصلاة، أو تطنش الصلاة، أو تنام في الصلاة. من أفكار الصلاة، أنا طولت في الأفكار بس هي مهمة، أنه في منهج تربينا عليك كنيسة، واخدينه من الإنجيل، واخدينه من القديسين، واخدينه من المسيح، أنك لما تصلي اشكر. لأن الشكر بينبهك أنه مجرد أنك بتصلي يبقى حطيت رجلك في السماء. لحظة الصلاة هي عربون السماء، فأنت مجرد بتقول أشكرك، فلنشكر صانع الخيرات. على فكرة أساس الشكر هنا إيه؟ أشكرك يا رب أنك دخلتني ملكوتك، ضمنيا سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا وأتيت بنا. بس هي معناها ببساطة، طول ما أنت بتشكر أنت رجلك في السماء، فأنت طبيعي بتبتدي صلواتك بكلمة أشكرك حتى في أصعب لحظات حياتك. ده فكر لازم تتمسك به، إن ما ينفعش أدخل على الصلاة هات، لا، واللي ادهوني قبل كده واللي لسه بيدهوني في الأبد لازم يستاهل الشكر مهما كنت محتاج. كمان حاجة أساسية جدا في الصلاة، منهج أساسي مربيان عليه كنيسة بالروح القدس، هو إن ما ينفعش في مرة تصلي ما تقولش ارحمني. ما ينفعش، مش الكنيسة بتزلنا، لا لا، لأن طول ما أنا على الأرض كرياليسون هي اللازمة اللي في لساني. يعني إيه؟ يعني أنا محتاج الرحمة لأني ما حطيتش رجلي الاتنين في السماء لسه، لأني شفت ناس بتضيع زيي، لأن حوالي مشاكل، لأن أنا مش قد الشيطان، لأني أنا بقع وأقوم كل يوم، لأن أصغر خطية ممكن تدخلني جهنم. إذن الطبيعي في الصلاة إنك لا تكف عن الرحمة.
شوفوا بقى ده كله من غير ما تحس، وانت 5 6 سنين حفظت، فلنشكر صانعك بعدها ارحمني يا الله العظيم. برمجة، احنا متبرمجين صح، انما النهاردة تلاحظوا ان البرمجة دي بقينا بنفاصل فيها. هو ضروري اقول فلنشكر؟ ضروري يعني مزمور 50 ده حتى حزين كده، حزين ضروري تستحمى ولا كفاية تقعد كل 5 سنين مثلا؟ يعني ايه ضروري؟ اغسلني في ابيض، هي دي عاوزة كل اسبوعين؟ ما هي محتاجة، ده اللخبطة اللي جوه اصعب من الجسديات، يبقى اغسلني دي عاوزة صبح ظهر ليل يعني. من افكار الصلاة، الصلاة تبطل شغب الجسم لما يكون جسمك هايج عليك، هايج بانتقام، هايج بشهوة، مفيش حاجة تفرمل الشغب ده، الجسم ده مشاغب ثورجي، مفيش حاجة تهديه غير الصلاة. كل حاجة في حياتك بتقول لك على الصلاة، دي فكرة مهمة قوي. بمعنى ايه؟ عارف ليه ربنا خلى فلان يقابلك؟ عشان تصلي. عمل المشكلة عشان تصلي، جاب لك الحاجة الحلوة عشان تصلي، اتأخرت مش عارف في ايه عشان تصلي. ربنا بيعمل كل حاجة طول اليوم وهدفه الأساسي انك تصلي عشان تدخل السماء، والباقي كله بيجي لوحده. واحنا بقى اخطيت يعني، ما تزعلوش من الكلمة، ساعات بنستغبى. يبقى هو بيعمل كل حاجة عشان نصلي، واحنا نعمل اي حاجة الا ان احنا نصلي. فتلاقي العربية تعطل، تتشنك وتتعصب وتكلم طوب الأرض، يا حبيبي افهم. تلاقي تشوف مراتك بدل ما تصلي تعمل أي حاجة إلا إنك تزعق وتنقد وتلوم، يا ابني دي نعمة، دي هدية من ربنا، دي شريك حياتك. مرة بقول دي شريك حياتك، قال لي كمان في السماء. ربنا محاصرنا بأسباب تخلينا نصلي، إنما إحنا ساعات بنتغاضى عن الفكر. طبعا هو الأساس في الصلاة إيه؟ إحنا عادين نقول الشكر والرحمة، هي ما تزعلوش برضو من تشبيهات اللي على قد دي، إحنا بنشحت السماء في الصلاة، عاملين كده من فضلك الملكوت، من الآخر كده إيه؟ ملكوت ولا أقبل بديل. وهو قال ده بتعجبه أول حتة دي، ربنا هو قال اطلبوا ايه؟ اولا ملكوت الله وبر. فاحنا كل صلواتنا هي دي مفتاحها، شحتني السماء بقى، انا ما استاهلش، اكيد ما استاهلش ادخل، بس ممكن وانت طيب يقول لك طبعا، يا سلام، وانا عاوز غير كده، انا عاوزك تاخد السماء، جاي تطلبها؟ هقول لك لا، ازاي؟ اذا كنت قلت لك انسى كل حاجه واطلبها. فطبعا في كل مره بتصلي احنا بنطلب الملكوت من غير ما نحس، في كلمة ليأتي ملكوتك هي شحاتة للسماء، شحتني السماء، لان انا مش هدفع ثمنها ومش هعرف وملهاش ثمن. شعبنا على فكرة القبطي شعب واعي، شعبنا البسيط القبطي واعي، فاهم كل اللي انا بقوله ده من غير وعظ. تيجي عند القداس يكون الشعب بيصلي ونصه نايم كالعادة، واول ما ابونا يقول واهدينا الى ملكوتك، متعرفش كله صحي ازاي، وتلاقي ايه بيزقه كده. كويس، شعب واعي فاهم صح، يعني يبقى نايم نقول له صلي يا رب عشان البطرك والاساق، ينام والكهنه واول ما تيجي عند المفيد، طبعا كله مفيد، بس هم فاهمين ببساطه انه هو ده المطلوب، اهدينا الى ملكوتك، تلاقي كلهم فرحانين وطايرين وشبعانين. مع أفكار الصلاة تعالوا ندرس أفعال الصلاة. احنا بنتكلم فكر، فعل، فم. هو الصلاة ليها أفعال؟ طبعا، لأن الصلاة ما تكملش بفكرة، نو، الجسد ده كله بيصلي، تحب الرب من قلبك ومن فكرك ومن قدرتك، فما فيش حاجة اسمها تصلي وانت نايم، نو، ما فيش حاجة اسمها كده، وجسدك ده يروح جهنم يعني؟ ما جسدك ده بيتقدس بالصلاة. تعال نحط تداريب كده او افكار بديهية بسيطة عشان نطلع بحاجة. ابدأ وانهي يومك بوقفة صلاة. يعني ايه؟ احنا النهاردة بقينا كلنا بنصلي على الماشي، احنا ظالمين روحنا يا جماعة، ظالمين روح، مضيعين كل حاجة حلوة لتكاوي، صلاة تكاوي،
كل ما اسال واحد بتصلي باكر يقول لي في العربيه، هي العربيه دي بقت يعني كنيسه، بقت القاعده العربيه. البيت غلط، لا البيت مش غلط، البيت هو القاعده، كمل في العربيه وفي الشغل وفي السلم، لكن الوقفه دي بدايه اليوم واخر اليوم. طب اسجد، طب ارفع ايدك، طب كلمه الاول، طب صبح عليه، يبقى في فعل. ما ينفعش ان كله على الماشي، لا لازم في وقفات كده، لازم في عبادة، عبادة يعني تحترم العبادة للرب إلهك، تسجد وإياه وحده إيه تعبد. اخضع بجسدك، اللي يقدر يسجد يبقى لازم في أول الصلاة تسجد، اللي ما يقدرش على الأقل ينحني. احنا بطلنا الحاجات دي، تلاقي الكنيسة بتقول أجيوس وكل الناس عاملة كده، ما توطي رأسك، الملائكة مرعوبة، إنما احنا حتى الحركة مستكترينها. كل ده على فكرة يضعف الصلاة، إنما فكرة إن أنا بوطي بنحني بتصحيني بتفوقني، ده عمل أكشن، بس الأكشن جزء من الصلاة. لما برشم الصليب ده صلاة، لما بركع صلاة، لما برفع إيدي، كل الأكشنز دي ضرورية للصلاة، محدش يستقل بيها. ارتبط بكل من يحب الصلاة وشاركه. يعني ايه؟ اللي فاهم الصلاة يتلكك يلاقي حد عاوز يصلي يقول لك اصلي معاه، في قداس نجري، اجتماع صلاة حلو، غروب يلا في البيت قبل ما نتعشى ما نصلي الاول. ليه؟ انت عارف قيمة الصلاة، فتبقى مش بتعطل اللي بيصلي، لا ده انت بتدور على اللي يقول يا صلاة، فتبقى مبادر ومشجع جدا. من فضلكم وانتوا بتصلوا ما يبقاش التركيز على خلصت، ها؟ كلمة خلصت دي بوظت الصلاة. خلصت ده ايه؟ يعني ايه خلصت؟ ما هو طبعا انت هتطلع من الصلاة في وقت، هتطلع يعني من الوقفة بتاعت الصلاة، بس الحكاية مش واجب خلصته. خليك مركز انك توصل لروح الصلاة، شرارة الصلاة بس، مش مفروض الحقيقة، انا بقولها لنفسي، نطلع من الصلاة من قبل ما الشرارة تتحرك، عشان يبقى اليوم له طعم، وعشان يبقى الليل في بركة. لكن يا ما صلوات ما اتحركتش الحركة دي، الشرارة دي. الآباء القديسين عندهم مبدأ مهم جدا، الجهاد ضروري للخلاص، ده مبدأ أرثوذكس، وجهاد الصلاة أخطر جهاد. يعني إيه؟ التعب في الصلاة أهم من التعب في الخدمة، والتعب في الصلاة أهم من التعب في التجارب. ده تعليم أباء كده، إنه اتعب في صلاتك أهم من أي تعب في حياتك. إحنا ما بنرضاش نتعب في الصلاة، إحنا بنستخسر الوقفة في الصلاة. حتى إيدك أنا لسه هرفع، وكلنا عندنا الحكاية الجميلة بتاعت موسى لما كان رفع إيده كان شعبه بيغلب، إيده بتنزل بس، يعني هي دي اللي هتغير؟ آه بتغير. فلما ايده بتنزل لقى الشعب بيتغلب، اصل الرفعه دي فيها تعب، والتعب له قوه له بركه، الحركه دي متعبه، لانها صليب، لانك عضلاتك واقفه. طب وليكن التعب ده له قيمه في الصلاه، هو ده اللي هيخلي الصلاه اقوى. مبدا تاني، مش مبدا، انا بتكلم عن افعال الصلاه، امزج صلاتك بالانجيل، اللي حرك الصلاه كلام ربنا. كنيستنا موضب لنا الوليمة جاهزة، الليتورجيات كلها إنجيل في صلاة، صلاة في إنجيل، الإجبية صلاة في إنجيل وإنجيل في صلاة. إحنا بنعرفش إحنا بنقرأ الإنجيل ولا بنصلي، من كتر ما الكنيسة فهم الحتة دي صح. طب أنت لما تيجي تصلي ليه الإنجيل ما يشغلكش؟ لما تقرأ الإنجيل، الإنجيل يخليك تصلي، والصلاة تخليك ترجع للإنجيل، والاتنين بيسلموك لبعض. هو ده التفكير المظبوط، لأنك لما بتقرأ الإنجيل وبتلاقي حكاية بتحط نفسك فيها، وبتلاقي إن الصلاة هي أهم حاجة في الحكاية. الصلاة بتدخلك تبقى شخص جوه الإنجيل، بتخليك داود النبي، بتخليك موسى، بتخليك بارتيماوس الأعمى، بتخليك زكة، بتخليك السامرية. الصلاة تعمل كده، تحطك جوه الحكاية وتدوقك نفس الطعم اللي دقوه بالظبط. كل ده بيعمله الصلاة، فتبقى انت قاعد بتتحصر، يا بختك يا سامرية شفت المسيح، ما تشوفه يا اخوي، هو شغله بالصلاة تشوفه
وتحس وتسمع نفس الكلام ونفس الحب وكل حاجة. التركيز نوع من المجهود، التركيز في الصلاة أكشن فعل، لأنه جهاد، بحاول أركز، بقول الكلام بصوت أسمعه، بقرأ بعناية وليكن، لكن بحاول أركز لأنه ده جزء من الصلاة. كل ما استخدمت حواسك كل ما ساعدك على التمتع بالصلاة، إنك تقرأ وتسمع وتسجد في واحد يمسك صليب يمسك سبحة حلو حاطط أيقونة، كل ده جميل لأنه ده ممكن يساعد الصلاة. من أفعال الصلاة جماعة الحرص على الهدوء. إذا كنت عاوز تقعد مع ربنا، ربنا غاوي هدوء، ربنا رومانتيكي جدا يعني، رومانسي جدا يعني، يحب يستفرد بالواحد كده. وإحنا بقى إيه يعني البلادة كلها لا مؤاخذة، هو عريس بقى وإيه وهيمان وإحنا عروسة واقعة، فإيه تحس إنه يعني بيصعب علينا. تتصوروا بقى واحد بيحب خطيبته كده وإيه عايش في الرومانسية كلها، وهي التانية مراش غير الأكل مثلا والشوبينج، فعلى طول بنقول له إيه اللي وقعك الوقعة السودة دي مش كده؟ بس الحمد لله ما فيش حد من الملائكة بيقول ربنا كده، إيه اللي جبرك على البشر دول. لكن ربنا بيحب الهدوء، ادخل مخدعك واقفل عليك ونقعد سوا، ما ده معناه ايه؟ نروق كده ونحكي، اتعشى معه وهو معي. احنا مش فاضيين للروقان ده، احنا ناس عمليين. يا سلام، احنا قال ايه سايبين ربنا قاعد لوحده كده مش لاقي حد يحكي معاه. من محركات الصلاة احبائي، طبعا دي تدخل في الفكرة اكتر لكن بالفعل كمان، يقولوا الآباء في حاجة في ظهرك تزقك على الصلاة وفي حاجة في وشك تشدك للصلاة. إيه الحاجة اللي تزق وحاجة تشد؟ ما احنا عاوزين نمشي نصلي. اللي في ظهرك هو الصليب، الصليب بيزقك زق على الصلاة، لأن الصليب بيقول لك كل ده حب. طب قول له بحبك، طب قدر حبه، فالصليب دافع للصلاة. والدافع الثاني القوي السماء اللي مستنياك، عاوز اروح السماء. فحب الصليب وحب الابديه يخلي الواحد في حاله صلاه. اللي محصور ما بين صليب المسيح ومجيئه الثاني ده شخص ما يعرفش يبطل يصلي. انما الشيطان يتفنن ان احنا ننسى الصليب وننسى السماء ونفكر في المشاكل والهموم والدواء من أفعال الصلاة أنك تستعين بكتب الصلاة، تمسك أبصالمودية للتسبيحة، تمسك الأجبية بإيدك، ما تأجلش الصلاة لأي سبب. بقدر الإمكان احذر من حركة التأجيل، لأن التأجيل دي حيلة مشهورة جدا كلنا عارفينها ومجربينها، تأجل وتلاقي خلاص راحت الصلاة. آخر حاجة أقولها كلمات الصلاة، احنا بنتكلم عن فكر وفعل ثم فهم. هو ممكن تعالوا اتعلم من البداية كأننا لسه سنة ايه حضانة صلاة. هو الواحد يقول ايه؟ سؤال بديهي كده، يقول ايه يعني في الصلاة؟ اول حاجة قول اللي يريحك، عبر عن اللي جواك. ده ابوك، ده عريسك. هو في حد بيعلم طفل يقول ايه لابوه؟ بيقول يا بابا. في حد بيعلم عروسة تقول ايه لعريسها؟ كلام بيطلع لوحده. وبالتالي ألف به صلاة، express yourself، طلع اللي انت عاوزه. عاوز تشكي له نفسك اشكي، عاوز تشكي الدنيا اشكي، عاوز تقول له بحبك قول، عاوز تشكر اشكر، قول براحتك. تاني مبدأ في كلام الصلاة، المدرسة بقى الكبار علمونا ايه نقول كلام ازاي، نطقونا زي الأم اللي بتنطق عيالها تفضل تمشي وراها لغاية ما يقول مام مثلا يقول كلمة. أمنا الكنيسة عارفة الصلاة يعني إيه، قالت لنا ما تبعدش عن المزامير، صلي مزامير، صلي باسم ربنا يسوع، صلاة يسوع، صلي قداسات. دول ثلاث محاور أساسية جدا في حياتنا، مفيش مسيحي أرثوذكسي يعرف يعيش من غير الثلاثة دول. دول بالنسبة له الهوى بتاعه، مزامير، صلاة يسوع، قداسات. وما فيش واحدة بتلغي التانية على فكرة، خلي بالكم ما فيش حاجة بتلغي التانية. القداس يخليك تصلي مزامير،
والمزامير يخليك تتمتع بالقداس، وصلاة يسوع تديك دي ودي. من كلام الصلاة، الصلاة اللي تريحك كررها براحتك، ما عندناش قوالب صماء. ما يعني سؤال مثلا يقول لك هو ينفع اقول مزمور من نص الليل في باكر؟ يا سيدي قول، حد طايل اللي يريحك قوله، هي مشكلة؟ كرر اللي تحبه، ده زي الاكل والشرب، الحاجة اللي بتحبها كتر منها. من كلام الصلاة كمان، في مدرسين للصلاة بيقولوا عليهم الكتاب، حنا الدرج يقول دي، يقول مدرسين الصلاة الجهلاء. يعني ايه؟ عندنا اربع شخصيات في الكتاب بيعتبر في العهد الجديد بيعتبرهم اساتذة صلاة، والاربعة كسر، الاربعة اي كلام. مين الاربعة التعبانين دول اللي علموا البشر الصلاة؟ اولهم العشار، والعشار ده منظر اهو، ده بقى مدرس صلاة، لان ربنا يسوع استشهد بصلاته وصاد صلاة الفريسي يتشطب عليه. التاني واحد شحات بس استاذ صلاة، فضل يزن لغاية ما فتح. التالت اللص اليمين حرامي، طب ومال؟ بس دخل السماء، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. الاخيرة أممية، تعرفش ولا حاجة عن العهد القديم ولا الانبياء ولا تفهم حاجة خالص، بس قالت له كلمة يعني فرحته، قالت له كلبة كلبة تحت الترابيزة لغاية ما هتاخد لقمة. قال لها عظيم إيمانك، أنت عرفتي تركعي زي الكلبة وتقولي لي مستنية لقمة؟ مش تاخدي لقمة، تاخدي الرغيف كله. يبقى دول مدرسين صلاة، فلما ترجع تبقى جنب المذبح قول له يا رب أنا زي كنعانية، هقول لك الكلاب تحت المائدة تنتظر الفتات. أنا مش هقول لك متعني بالصلاة زي الكبار اللي عايشين في السماء دول، لا لا، أقول لك بس اللقمة فتات، دوقني كده حاجة من اللي بيدوقوها دي. ولما تكون مش شايف حاجة يا رب فتح عينيه، يعني حتة شحات زادنا عليك، عينيه فتحت، هفضل أنا طول عمري كده؟ يبقى أنت عندك مدرسين صلاة يخلوك تنطق بالكلام اللي قالوه، والكلام اللي قالوه سهل قوي، بس هو الشطارة إنه يطلع من جوه بقى، تفضل تقوله لغاية ما يطلع من جوه مش يطلع من لسانك. من كلام الصلاة اتعود تقول كلمات فيها تسبيح فيها شكر، وهنا كل البدائل مقبولة. تقول أجيوس، كلمة جميلة بيقولوها الملائكة، تقول المجد لك زوكساباتري حلو، تقول لك القوة والمجد حلو، تقول أشكرك يا رب جميل، قول زي ما تقول، اكسبرس الشكر ده بالطريقة اللي تريحك، لأنه ده بيفرح ربنا وده بيغير فيك من غير ما تحس. ما تبطلش تقول ارحمني، قولها بقى، سامحني ماشي، ارحمني ماشي، غيرني ماشي، شوف لك حل فيه ماشي، اهديني ماشي، رجعني، قول بالطريقة اللي تريحك. مفيش استنباط عندنا، مفيش فرائض عندنا في المسيحية، مفيش قوالب صماء. القصة قصة حب، والحب لا يوجد فيه حدود ولا براويز ولا لا لا، ده قصة حب، كل واحد ايه يشوف اللي هو عاوز يقوله براحته. من كلمات الصلاة، حط كل حاجة في حياتك جوه الصلاة، صحتك جوه الصلاة، وعيالك جوه الصلاة، والشغل جوه الصلاة، والماضي في الصلاة، والمستقبل في الصلاة، والمخاوف في الصلاة. ما تسيبش حاجة تطلع بره الصلاة، دخل عمرك جوه الصلاة. لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر، كل حاجة حطها جوه الصلاة. استخدم كلام الإنجيل في الصلاة، ده منهج بقى إيه الأجبية. لما تلاحظوا مثلا في باكر تلاقي في البدء كان الكلمة ونور العالم، أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان، أنر عقولنا قلوبنا. يبقى أنا إيه خدت كلام يوحنا واحد قلته في الصلاة في نص الليل، الست اللي عمالة تغسل رجليه دي ومفرحاه، طب يا رب ما تديني دموع زيها. يبقى أنا عملت إيه؟ خدت كلام الإنجيل حطيته في الصلاة. ارشم الصليب، احنا بطلنا نرشم الصليب على فكرة، بطلنا إلى حد كبير. رشم الصليب ده من القرن الثاني، عشان في طوائف ضده، من القرن الثاني والآباء بيتكلموا عن رشم الصليب، وأثناسيوس العظيم بتاعنا اتكلم عن رشم الصليب كتير. رشم الصليب بيقدس الفكر، مجرد تقول باسم الآب ختمت دماغك باسم ربنا، فيها تقديس للفكر.
والابن قدست جسدك لأن المسيح تجسد، والروح دخلت قلبك لمست الروح القدس يقدس قلبك، إله واحد أمين، اتغيرت وبقيت شبه ربنا. البساطة دي اللي الكنيسة عملت فيها صلوة تناسب الجهال والأطفال، والشيطان بينسينا حتى رشم الصليب، وترشم الصليب اللي هو إيه في الجيب ده، اللي هو يعني إيه ما يبانش صباعك. طب ليه يعني؟ خطية إنه يبان صباعك؟ فيها إيه لما ترشمه بجسارة يعني؟ أنا فاكر في ماتش الأرجنتين لما المعلق عندنا قال أيوة الراجل عمل الحركة الغريبة دي، لما واحد من الأرجنتين جاب جون باين ولا بتاع، هي دي حركة غريبة غريبة عن العالم، بس دي علامة المسيح، دي علامتنا كمسيحيين، فخرنا، لعلامة تقاوم. الكتاب قال كده، هيبقى لنا علامة والعلامة بتقاوم، نتنازل عنها، نبطل نرشم صليب. ده رشم الصليب يطرد الشيطان، رشم الصليب لوحده صلاة. إذا احنا في حاجات بعدنا عنها ونسيها. أختم بجد وأقول احذر من، عشان نعيش حياة صلاة، احذر من الاكتفاء بالشكل، انك تبقى واقف كل تركيزك انا منظري كويس، منظرك ده ايه؟ احنا قدام رب السماء والارض، رب الجنود، ما تقعدش تبص على منظرك قوي لان مش هو ده المهم. يعني احذر من تكرار الكلام بطال، يعني ايه كر كر؟ لا 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 لا، احنا ربنا مش بيسمع لنا، احنا مش حصة املة. ساعات الواحد يحس ان ربنا يا عيني بيتملى واقفين له، بنقول له كلام كأنه بيكتبه ورانا. لا، الموضوع مش، ولو جزء وقع منك في وسط الكلام ما حصلش حاجة يعني، متخافش يعني، مفيهاش زعل الحكاية. احذر من حالة الفتور، انك تقبل تبقى صلواتك بلا حرارة بلا طعم. لا ما تقبلش، ليه تقبل حاجة زي كده؟ احذر من روح الإدانة والغضب جوه الصلاة، ما هو الشيطان ما بيكرهش حاجة قد الصلاة، فتلاقيه جوه الصلاة يغضبك يعصبك، جوه الصلاة يخليك تبص على غيرك لست مثل هذا العشار هو بيصلي. فطبعا لازم نبقى واعيين ان دي حروب داخل الصلاة. احذر من اهمال القانون، مش معنى الحرية اللي عندنا انت فاهم الشيطان وخبسه وخليك حكيم زي الحياة. الشيطان عاوز يقول لك خلاص بقى صلاة دي من القلب وبراحتك بقى، ما تقولوش بقى لا إجبية ولا نظام ولا باكر ولا نوم، كل واحد يصلي لما يحب، انت هتسرح بيها، ما انا عارف ضعف، لو سبتني بمزاجي مش هصلي، لا انا هملتزم جهاد قانوني، هجبر نفسي لاني مبتدئ، هاكل غصب في الاول عشان اتغذى لغاية ما احب الاكل وتبقى صحتي كويسة. احذر من غياب التوبة، انك تكون بتصلي وما فيش مشاعر توبة، ما فيش خجل، لا من غير خجل للصلاة ما تبقاش اتحركت صح لسه. احذر من الاغراق في الطلبات الارضية، انك واقف قدام ربنا عمال تكلمه في امتحانات العيال وفي جواز البنات وفي مشاكل الشغل، يا حبيبي السماء مستنياك، ده الملكوت جواك مش حاسه؟ خلينا في الحاجة الاهم. احذر من روح الكبرياء والتعاجب، ان الواحد يبقى مبسوط بنفسه وهو بيصلي، راحت الصلاة كلها، ده انت المفروض عبد قدام سيدك تتعاجب ازاي يعني، تقف تقول ده انا بعرف اصلي. احذر من انك انت تنكر الارشاد والتلمذة، يعني ايه تصلي من غير مرجعية؟ لا لا، احنا بنتلمذ على رجال صلاة، رجال الصلاة، قوة صمويل النبي ايه؟ رجل صلاة. ايه حيلته صمويل ده يعني؟ حتى راجل بسيط لكن يقول حاشا لي ان اخطئ الى الله واكف عن الصلاة لاجلكم، حياته صلاة، مرة صلى عشان بس يقنع الناس، حصل رعد وقت الحصاد، يعني موسم صيف مثلا في مصر تلاقي رعد وبرق ومطر، ايه ده؟ فيقول لك خاف الشعب من الرب وصمويل جدا، ليه؟ عشان بيعرف يصلي. احذر من اهمال القداس او المزامير، ساعات الشيطان يقول لك طب صلي بس ما عدا الاثنين اللي بيجيبوا اجل، دول وقفه القداس ووقفه المزامير، فيقول لك بلاش دول، لا ما تهويتش،
لا، دول أهم ما في الصلاة. أحبائي، خلينا نقول يا رب غير دماغي وغير لساني وغير حياتي. هيقول لك طب يا حبيبي صلي وأنا أشتغل. طب اشتغل أنت، ركز في الصلاة وسيب كل الباقي عليا. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.